طيب يقويهم. الحقيقه يمكن كنت بتكلم في الفاصل يا استاذ خالد في الجزئيه بتاعت ان الناس بدات تبقى عندها استعداد تشمت في اصابه لاعب. وقلت انه اذا كان امام تعور في قصبه رجله في ناس تعورت في ضميرها الانساني. وبدات يعني نبره الشماته، وانت واحد طبعا من رواد السوشيال ميديا وصانعيها، شايف التحول ده ازاي؟ كده مش هنضرب نار؟ لا طيب تضرب نار حباصل القوس. لا هي اللي بيحصل هو نتاج لمرحله طويله جدا من الانفلات وعدم الانضباط في الوسط الرياضي. وشخصيات بينها ومعروفه، وده نتاج تراكمات. تراكمات كان الاعلام يتوارى عنها وعامل نفسه مش شايفها. وبالتالي الاجيال بتتعاقب ورا الاجيال، ولسه برضو التجاوزات بتفضل موجوده. فهتلاقي نفس الشكل، هناخد وقت طويل علشان ان احنا نزيل هذه الاثار ونعود لقصه بقى الروح الرياضيه والمناوشات اللي في الكوره. في فرق ما بين استاذ ابراهيم، في فرق ما بين التعصب ومناوشات الكوره. الكوره لازم يبقى فيها مناوشات، والمدرجات لازم يبقى فيها سخونه، حراره المنافسه لازم يكون، حراره المنافسه، لانه ده المدرج. وحتى المدرج كمان المنتقل الى السوشيال ميديا، ما هو برضه مدرج، ده مش مكان اوبرا، مش مكان اوبرا ولا هو مسرح. احنا في الاول واخر جمهور كوره، جمهور لعبه شعبيه اولى فيها كل الفئات، فيها المثقف وفيها اللي مش كده، وفيها اللي وطول عمرها هي دي طبيعه جمهور الكوره. بالظبط كده. بالظبط كده. اللي زاد عليها بقى هو التجاوزات اللي زادت في الموضوع ده. انما انا مش مستغرب، لان في ناس قبل الاصابه شمتت بالفعل في حاله وفاه. يعني في ناس في مش يعني هقول لك الاسماء، يعني مثلا يعني رحمه الله عليه المستشار عادل الشرباجي برضو كانوا بيشمتوا في الوفاه. حصل على السوشيال ميديا. احنا طالما بنتكلم لابد ان احنا بقى نقول الوقائع اللي حصلت بالظبط. فدي ظاهره لابد ان احنا نتعامل معاها واحده واحده وبهدوء، علشان الموضوع التراكمات لفتره طويله محتاج وقت ومحتاج تمهل وعقل في التعامل معاه.